أهلا بكم في درس جديد من الرسم العودي. سوف نقوم في هذا الدرس بتعميم خوارزمية سيربينسكي كاسكي. فقد قمنا في الدرس السابق برسم خوارزمية سيربينسكي على الشكل الخماسي بنتاغون، وقمنا برسمه في عدة مستويات أخذين بعين الاعتبار المسافات المختلفة بين هذه الأشكال التي يتم رسمها عند الانتقال من مستوى إلى آخر. وقلنا أن كلمة كاسكيت تعني ملء الفراغات في هذا الشكل، ولكن هنا قد يتساءل أحدكم أنه على العكس عندما أقوم بالانتقال إلى مستويات معقدة أكثر فالفراغات تزيد. في الواقع هذا الأمر صحيح، ولكن إذا نظرنا إلى هذه المسألة من وجهة نظر مختلفة فنرى أنها تملئ الفراغات. كيف ذلك؟ دعوني هنا أجعل هذا الرسم مفرغا. فهنا عند الانتقال إلى الرسم مثلا انتقل إلى هذه الخوارزمية، وهنا بدلا من رسم بوليغون ممتلئ أقوم برسم بوليغون فارغ باستخدام draw polygon، وأعتقد هنا علي رسم القلم لأنها ليست صبغة لون به كامل المساحة. فإما نقوم بإنشاء القلم أو أقوم بإسناده بشكل مباشر. هنا مثلا أقوم بإنشاء pen مع لون معين مثلا الأسود. الآن إذا قمنا برسمها دعوني أقوم بالتكبير، نرى هنا أنها مفرغة، وعندما أقوم بزيادة المستويات نرى أنها تمتلئ. فإذا بتغيير طريقة الرسم قد يتغير طريقة النظر إلى هذه المسألة. الآن دعونا نقوم بتعميم هذا الشكل ليشمل جميع المضلعات ابتداء من المثلث أصغر مضلع، وهكذا مع زيادة الرؤوس وزيادة المضلعات. وسوف أقوم بتطبيق هذه الخوارزمية على أي من هذه المضلعات بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. للقيام بذلك علي التحكم ببعض الثوابت وجعلها متحولات، ولكن ما هي الثوابت؟ هنا سوف أقوم بالتعامل مع ثابتان أساسيان وأسعى لتحويلهما إلى متحولات متغيرة لتحقيق المرجو من هذا الدرس. الثوابت هي عدد الرؤوس التي تمثل المضلع، فسوف أسعى إلى جعل هذا الثابت متحول أقوم بتغييره ديناميكيا وينعكس ذلك على الرسم بشكل مباشر. المتحول الثاني هو مجال الرسم والمسافات بين المضلعات. فعلى سبيل المثال المثلث مساحته تختلف عن مساحة الشكل الخماسي، والشكل الخماسي يختلف عن الشكل الثماني مثلا، لذلك السكيلينج هنا يختلف، وجعل هذا متحول من شأنه أن يقوم بعرض المزيد من مجموعات الرسم المتباينة، وهذا قد يضفي جماليات قد نقوم باستكشافها والتعرف عليها. دعونا نقوم بتطبيق ذلك. نقوم بالمعاودة هنا إلى الشكل الأساسي تمام في البوليغون، وهنا سوف أسعى إلى إنشاء تولز تتحكم بهذه المتحولات التي تحدثنا عنها. أنسب بنية للقيام بذلك هي استخدام بار تراك بار هنا، وسوف أقوم بجعله vertical من الأورينتيشن بهذا الشكل. سوف أخصص مسافة هنا لوضعه مثلا هنا، وسوف أقوم بجعل القيم هنا تبدأ من عند الواحد وتنتهي عند المئة. هذا بالنسبة للسكيلينج. دعوني أقوم بإضافة ليبل هنا لتعريف عنه هنا مثلا. سوف أقوم بإنشاء متحول ثاني من هذا التراك بار للتحكم بعدد الرؤوس الخاصة بهذا المضلع، وسوف نجعلها ابتداء من الثلاثة المثلث وانتهاء بشكل مثلا المؤلف من 15 رأس. وبشكل مشابه هنا أقوم بوضع ليبل للتعبير عن الرؤوس مثلا أقول بوليغون بهذه الطريقة.
وهنا سوف أقوم بجعل هذه الطرق معطلة وفقط يتم تفعيلها عند القيام باختيار السيربينسكي بوليغون. فهنا دعوني أقوم بإضافة سيربينسكي بوليغون أولا. دعوني أقوم بنسخ هذه وهنا أقوم بإضافتها مثلا. وعند تعديل على الميثودز من هنا أقوم بجعل هذه البارس، دعوني أقوم بتسميتها هنا مثلا track bar scale، وهذه track bar polygon. ننتقل الآن هنا، وبشكل عام هذه الطول هي معطلة، فأقول enable الخاص بها يساوي false، ولكن في حال كان هذه القيمة مساوية لهذه الميثود قم بجعلها true. بهذا الشكل. ولا ننسى أن نقوم بوضع أنكر لهذه المتحولات، فأذهب هنا إلى الأنكر وأقوم بجعله إلى اليمين والأعلى والأسفل دون اليسار، وبنفس الطريقة هنا. لنرى الآن، نرى أنها في البداية معطلة، لنقوم بالتكبير. طبعا يجب علي أيضا وضع أنكر لهذه الليبلز. نجرب مرة أخرى، نقوم بالتكبير. تمام. وهنا إذا قمنا بالذهاب إلى سيربينسكي بوليغون نرى أنها أصبحت مفعلة، وإذا انتقلنا إلى خوارزمية أخرى نرى أنها أصبحت معطلة. تمام، هذا بالنسبة للواجهة. نذهب الآن إلى الإيفنت، وهنا نقوم بوضع خيار بهذا الشكل، وهذه سوف تبقى على حالها لأن القواعد سوف تطبق بنفس الطريقة، لكن الاختلاف يكون داخل هذه الخوارزمية التي سوف نسميها بوليغون. فنذهب هنا ونقوم بنسخ هذه كما هي، نسميها بوليغون. وهنا بدلا من أخذ هذه القيمة ثابتة سوف أقوم هنا باستخدام الفاليو الموجودة في التراك بار التي قمت بإنشائها. طبعا القيمة هنا هي انتجر، بينما القيمة التي أريدها هي فلو. أقصى قيمة كانت هنا هي 100، لذلك سوف نقوم بتقسيمها على 200، لذلك أقصى قيمة تصل إليها هي 0.5 لجعل المستويات متناسبة. سوف أقوم بجعلها فلوت للضمان أنها تأخذ قيمة فلوت. هذا بالنسبة للسكيل. أما بالنسبة للمضلع عدد رؤوسه، فهنا دعوني أقوم أولا بإنشاء قيمة انتجر تعبر عن الرؤوس، مثلا نسميها polygons points، وهي تساوي التراك بار الخاص بالبوليغون هنا، وهذه سوف أقوم بجعلها بدل القيمة الثابتة. وأيضا عند إيجاد النقاط هنا سوف أقوم بنسخ هذا التابع هنا وجعله جنرال بإضافة انتجار يعبر عن الرؤوس، مثلا number، وهذه سوف نقوم بإضافتها هنا وهنا. وأيضا إلى الخطوة التي أقوم بالانتقال نسبة إليها، أي أيضا هنا. تمام، سوف أقوم باستخدام هذه الخوارزمية هنا وهنا، مضيفا
هذا المتحول الجديد في هذا المكان وهذا المكان بهذا الشكل. طبعا ولا ننسى أن تكون هذه الخوارزمية بوليغون. تمام، لنقوم الآن بالذهاب والتأكد ما إذا كانت تعمل دون أي مشاكل. نذهب إلى البوليغون ونقوم بالتثبيت. هنا سوف يقوم برسم المثلث لأن البوليغون عند أصغر قيمة والتي هي 3. تمام، نرى هنا عندما أقوم بزيادة عدد الرؤوس وزيادة الأضلاع نرى أن الرسم ينعكس بشكل مباشر بهذه الطريقة. تمام، ممتاز. ونرى هنا أن هذا البار يعبر عن السكيلينج ولكن أثره لا يظهر إلا عند الانتقال إلى مستويات أكثر تعقيدا. فهنا عند المثلث نرى أنه عندما أقوم بالانتقال إلى مستويات أعمق فهو فعليا يقوم بتطبيق سيربينسكي تريانجل. لنرى الآن مثلا 1 بهذه الطريقة، ولكن هنا السكيلينج يلعب دور فأقوم بالتعديل عليه بهذا الشكل، وهذا يعبر عن سيربينسكي تريانجل. لنقوم بزيادة بهذا الشكل، ممتاز. الآن دعونا نقوم بالتكبير هذا الشكل الرباعي، وعند التحكم بالسكيلينج نحصل على مجموعة متباينة من الأشكال، مثلا الشكل الخماسي بهذه الطريقة أيضا، مثلا السداسي، السباعي، الثماني، المضلع ذو 9 رؤوس، وهكذا. ونرى التباينات والاختلافات استنادا إلى ذلك، ممتاز. إذا هنا قمنا بالتعميم على هذه الخوارزميات وجعلها قابلة للتطبيق على أي مضلع استنادا إلى المدخلات التي أقوم بالتعبير عنها بهذه المتحولات. هذا كان بالمختصر محاضرتنا لليوم، وددنا فيها تعميم خوارزمية سيربينسكي كاسكيت لتشمل جميع المضلعات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.